نذهب الآن إلى محافظة الإسكندرية، الزميل إسلام غنيم ولقاء مع دكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية. إليك إسلام. بالفعل مشاهدينا الكرام، نتواجد هنا في مدينة الإسكندرية ومعنا لقاء مع السيد المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية لنتعرف على آخر الاستعدادات التي قامت بها محافظة الإسكندرية لاستقبال هذا العرس الديمقراطي. دكتور، بنرحب بك على شاشة تن، عايزين نتعرف على أبرز الاستعدادات اللي قامت بها محافظة إسكندرية. اهلا بيك الاول على ارض اسكندريه، واهلا بمشاهدينك الكرام. وانا هنا بوجه تحيه لكل اهل الاسكندريه، وبقول لهم النهارده عندنا عرس دستوري وعرس استحقاقي وسياسي خاص بالبلد، عايزين نشارك ونكون موجودين يعني. وبطمنكم يعني لجاننا كلها مؤمنه الحمد لله، والحقيقه التامين يمكن بتقوم بيه قواتنا المسلحه اللي هي المفروض درع وسيف هذا الوطن، بتتشارك في التأمين. القوات البحرية يمكن واخدة النصيب الأكبر، معاها قوات الدفاع الجوي اللواء العاشر دفاع جوي، والقوات الجوية بتؤمن منطقة برج العرب يعني. فلجنة كلها مؤمنة، مديرية الأمن كالعادة منتشرة على مستوى الإسكندرية، يمكن رفع الطوارئ أكتر على مستوى الإسكندرية، بتؤمن المرافق العامة وبتؤمن الشوارع. فالحمد لله عندنا الوضع مستقر كاملا، فده بيؤهلنا ننزل نحط صوتنا، لأن ده واجب علينا وحق بلدنا علينا يعني. سيادة المحافظ، كان هناك بعض الاستعدادات الأخرى من المظلات عند بعض اللجان، التعاون مع الفرق الطبية، أيضا غرفة العمليات، حدثنا أكثر عن هذه التفاصيل. طبعا الاول اكلمك على عدد اللجان عشان برضو نطمن المواطن السكندري. عدد اللجان على مستوى اسكندريه بتتكلم 18 لجنه عامه، تنبثق منها 415 لجنه فرعيه، 764 لجنه داخليه موزعه على اسكندريه كلها يعني. فبالتالي هتلاقي مقر الانتخابي بتاعك اللي تحط في صوتك قريب من مقر سكنك يعني. دي النقطه رقم واحد، واللي ما يعرفش يعرف يجيب مقره منين، يدخل على اللينك الخاص باللجنه الوطنيه للانتخابات او يتصل بينا بغرفه العمليات واحنا نساعده يعني. ده النقطة رقم واحد عشان نسهل للناس يعني. فيما يخص الإجراء بقى داخل اسكندرية والخدمات اللي بنقدمها، الحقيقة كل المديريات وكل الهيئات داخل اسكندرية وممثلة بغرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة وموجودة من قبل كده بأيام، بنجهز لهذا العرس الدستوري على مستوى الاسكندرية يعني. نتكلم عن المظلات، المظلات موجودة وموجودة في أغلب اللجان، بحيث إن هو لو يبقى في عندنا بعض الأوقات اللي هيتم فيها الازدحام، الناس تبقى حاسة بالراحة وهي بتدلي بصوتها يعني. توزيع اللجان العدد بتاعه كبير، فبالتالي برضه عشان نقدر نوزع العدد الأكبر من الناس على اللجان أكبر، وبالتالي الناس ما تاخدش وقت كبير في الإدلاء بصوتها بالنسبة للانتخابات. غرفة العمليات منعقدة وبتتلقى أي شكاوى موجودة في أي مكان، ولما أتكلم هنا في الجزئية دي بقول حتى مواطنينا من ذوي الاحتياجات الخاصة بنقول لهم انزلوا حطوا صوتكم ايه، واللي ما يقدرش ومحتاج مننا مساعدة احنا جاهزين، اللي عايز ينتقل نقدر ننتقل ونكون موجودين معاه ويقدر ينتقل لمقر اللجنة بتاعته بمساعدتنا عشان يحط صوته يعني. الإسعاف جاهزة انها تتلقى ده. الحاجة التانية، مديرية الصحة الحقيقة موفرين ما يقرب من حوالي 800 كرسي للحركة في اللجان المختلفة عشان الناس تقدر تستخدمهم وهم موجودين. أي لجان هيتواجد فيها حد محتاج هذه الكراسي متوفرة يعني. فاحنا الاستعدادات موجودة بحيث ان كل مواطن يقدر يستطيع ان يطلب صوته بسهولة ويسر. انا كل اللي عايزينه بس اللي يطلع بالصوت. معالي المحافظ، رسالة سريعة للمواطن السكندري. انا بقول لكل مواطن سكندري ولكل مواطن مصري يعني، احنا كلنا بنحب بلدنا يعني، والمصريين مشهود لهم بحب بلدهم واخلاصهم ليها وتفانيهم من اجلها يعني. الحب والاخلاص والتفاني مظاهره الفعل، تنزل تحط صوتك، ده ابسط حق البلدنا علينا يعني. فانا بناشد كل مواطن سكندري نعبر عن هذا الحب بان احنا نحط صوتنا لبلدنا يعني، عشان بلدنا تظهر بالمظهر المشرف قدام العالم كله، ومش عايزين بقى نتكلم عن حد تاني يعني. معالي محافظ الإسكندرية، لك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، كان هذا لقاء سريع من محافظة الإسكندرية مع محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، والآن عودة إلى استوديو تن. الزميل إسلام غنيم، كل الشكر لك ولضيفك الكريم دكتور عبد العزيز قنصوة، كنت معنا من محافظة الإسكندرية، وبالطبع سنظل على تواصل معك ومع زملائنا المراسلين في كافة محافظات مصر المختلفة.